حتى نأكد لكم أيضا عني ماني مستحي من نقول عني والله نطلب عني لا يغير الدستور صالحي، ماني مستحي منها ولاني خايف منها. يا خير نحتسب عنها ما هي في مصلحة البلد، نحتسب عنها ما هي في مصلحة البلد، ونحتسب لأني والدليل عني والدليل على هذا والدليل عني ماني مستحي من غير الدستور ولاني خايف من تغييره لأني فتلقيته بالانقلابات. يا قائد الحركات إياها مقتنع عن الدستور يعطي ويبقى بصيفته وما يخص المواد اللي يستفاد منهم ولا الأشخاص. هذا قناعتي تماما. إذا عن هذه القضية يعطيها تعود محسومة واضحة ولا تخلق فيها كلام ولا تعود وسيلة لزعزعة بلد موريتاني.